الحقيقة دايما بنقول ان فكرة التنمية لابد ان هي يبقى مساند ليها المبادرات بأشكالها المختلفة، سواء كانت مبادرات من الشباب، مبادرات من بعض الجمعيات، مبادرات نسائية وغيرها من المبادرات. بإيدينا احنا اللي نقدر نحط بلدنا في مشوار التنمية. دايما تعودنا في حلقة يوم الأحد من حياتنا إن احنا يبقى معانا مبادرات مختلفة، سواء مبادرات شبابية، مبادرات خاصة ببعض الجمعيات وغيرها. النهاردة الحقيقة عندنا مبادرة وكيان سنة شباب الصعيد. خلونا الأول نرحب بضيفنا الأستاذ إسلام بحر، منسق محافظة أسوان كيان سنة شباب الصعيد. أهلا بيك. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا. قولي بقى، يعني إيه الحكاية؟ إيه كيان سند شباب الصعيد؟ كيان سنة شباب الصعيد هو كيان شبابي تطوعي خدمي يعمل تحت مظلة رعاية وزارة الشباب والرياضة، ويحصل على رعاية رئاسة مجلس الوزراء. شارك في عديد من الفعاليات لتقديم التدريب والتثقيف لجميع أبناء أسوان. بقاله قد إيه مستمر في الكيان؟ كيان سنة شباب الصعيد دلوقتي بقاله في أسوان 3 سنين دلوقتي. في فعاليات كتيرة بنقوم بيها في محافظة أسوان، منها التدريب والتثقيف والتنمية الحياتية وتثقيف الشباب. جميل. الكيان بيشارك فيه طبعا أطراف مختلفة، مش كده؟ كيان سنة الشباب الصعيد هو زي ما قلت لسيادتك، هو كيان تابع لوزارة الشباب والرياضة. في مجموعة كبيرة من شباب أسوان المتطوعين في الكيان. في عندنا في الكيان عدة لجان، في لجنة التثقيف والتدريب والتعليم والعلاقات العامة. كل الشباب المشارك معانا في اللجان، كل لجنه لها دور معين، وكل رئيس لجنه معاه مجموعه من النواب في هذا الموضوع. جميل، كلمني عن اهدافه بس بشكل موسع اكتر. اهداف كيان سنه شباب الصعيد، في اهداف رئيسيه بنسعى ليها. من ضمن اهداف كيان سنه شباب الصعيد تدريب الشباب وسوق مهاراتهم، وتقديم الخدمات المجتمعيه لاهلنا في اسوان بمختلف انواعهم. ويسعى الكيان على خدمة الوطن وخدمة المواطن الأسواني. خدمته من أي شكل؟ إزاي يعني؟ في خدمات كثيرة بيديها الكيان لأبناء أسوان، في خدمات مجتمعية، وفي خدمات تنموية، وفي خدمات اجتماعية، وفي خدمات لتدريب وتأهيل الشباب، لتأهيل قيادات وكوادر شبابية من أبناء أسوان للمستقبل إن شاء الله بإذن الله. يعني اللي فهمته إن الكيان ده عبارة عن مؤسسات او افراد بتعمل تحت الشباب، مظله الشباب والرياضه، من خلالها الشباب بيحصل على بعض الدورات المختلفه سواء تثقيفيه او تعليميه ببعض المناحي. مظبوط كده؟ الفئه المستهدفه هي فئه الشباب ولا الفئه المجتمعيه بشكل عام؟ الفئه المستهدفه عندنا اللي منضمين لكيان سنه شباب صعيد محافظه اسوان من 18 سنه ل 40 سنه، واقل من 18 سنه يتم انضمامهم للطلائع، وفوق 40 سنه بيتم انضمامهم للجنه الاستشاريه العليا بالكاد. جميل، يعني انتوا شاملين من اول الطلائع اقل من 18 سنه لغايه بقى فوق ال 40 سنه. اللي فوق 40 سنه بيبقى تبع اللجنه الاستشاريه العليا والرواد كبار السن. خلال ال 3 سنين من منذ نشاه الكيان، اولا ازاي تم اختيار المشاركين في الكيان؟ هو طريقة تأسيس الكيان، مؤسس الكيان هو صاحب الفكرة الأستاذ عبد المنعم أبو جبل، هو محامي وحصل على ماجستير في القانون. هو مؤسس الكيان وتم تأسيسه بموافقة وزير الشباب والرياضة في أسوان. تم اختياري بإن أنا أبقى منسق محافظة أسوان، وفي مجموعة كبيرة معايا من الشباب، وفي مجموعة كبيرة من اللجان، وتم ترشيح عدد كبير من القيادات الشبابية الفعالة في محافظة أسوان لتقديم عدد كبير من الدورات والفعاليات في المحافظه بالتنسيق مع وكيل وزاره الشباب والرياضه واسوان. ايوه، يعني ازاي، ايه الاسس او المعايير اللي تم اختيار المشاركين فيها على اساسها؟ كل شاب بيجي يقدم عندنا في المبادره طبعا بيبعت البطاقه الشخصيه وبيبعت السي في وبنعمل مقابله. بيقدم عن طريق موقع مثلا الكتروني او كده لوزاره الشباب والرياضه؟ ايوه يا فندم، في لينك خاص بالكيان، بكيان سنه الشباب الصعيد، بيبعت لنا على اللينك الاسم والبطاقه وبناته كلها، وبنعمل مقابلات شخصيه للساده المتقدمين، وبنقسم لمجموعات. في مجموعات طبعا معانا ذوي الاحتياجات الخاصه، وفي مجموعات في اللجان اللي هو بيختارها. في عندنا عدد كبير من اللجان اللي بيقدم وبيختار لجنه معينه، بنحطه في اللجنه دي وبنعمل له اختبار وبنحطه في اللجنه. جميل. ايه المفروض المعايير اللي تبقى موجوده في الشباب المشاركين؟ يعني لما بيتم اختيارهم على اي اساس؟
هل مثلا المعارف الخاصة بيهم، استعداداتهم النفسية، يعني كلمني عن المعايير المفروض تبقى متوفرة في الشباب اللي بيقوم على هذه المبادرة. هو طبعا الشاب اللي حابب ينضم لكارسنا بالشباب الصعيد طبعا بيكون عنده نوع معين او لجنه معينه حابب يشتغل فيها. طبعا اول ما بيقدم في عندنا 22 لجنه بنديله اللجان كلها، بيختار مثلا حابب ان هو يشتغل في لجنه الاعلام، حابب ان هو يشتغل في لجنه العلاقات العامه، حابب يشتغل في لجنه السياحه، احنا بنضمه في هذه اللجنه. وفي رئيس لجنه وفي نواب وفي برنامج مقترح بننفذه لفتره معينه، ننفذ في لجنه في السياحه رحلات معينه، في لجنه في عندنا لجنه التدريب والتثقيف بيتم عمل دورات تدريبيه مجانيه لابناء محافظه اسوان. في سيادتك في دورات كثيره اديناها خلال الفتره اللي فاتت في مركز التعليم المدني في ساحه المدينه باسوان. جميل، كلمني بقى عن الانشطه اللي تمت في خلال ال3 سنين اللي فاتت. بالنسبه لمحافظه اسوان، انا حاليا منسق عام محافظه اسوان بقالي بالظبط سنه، كان في قبلي 2 رؤساء منسقين عام محافظه اسوان. تمت مشاركه وكيل وزاره الشباب والرياضه باسوان في المبادره الرئاسيه لزراعه 100 مليون شجره مثمره. شارك كيان سنه الشباب الصعيد باعضائه كلهم في هذه المبادره الرئاسيه، وتم توزيع جميع الاشجار المثمره بالتنسيق مع محافظه اسوان لجميع مراكز الشباب بمحافظه اسوان. وشارك ايضا كيان سنه الشباب الصعيد بمحافظه اسوان في البرنامج نفذته وزاره الشباب والرياضه باسوان في العيد احلى مع مراكز الشباب. جميل، يعني كل الانشطه برضو في اطار مؤسسات الشباب والرياضه. مظبوط مظبوط، بيبقى في بعض الاحيان بيبقى في ندوات مثلا، بيبقى في كده. وهل الانشطه دي بتبقى موحده على مستوى الجمهوريه ولا هي خاصه بمحافظه اسوان؟ يعني كل محافظه من حقها انها تعمل الانشطه اللي بتتمشى مع طبيعتها. كل محافظة بتعمل الأنشطة الخاصة بها بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتعليم المدني وزارة الشباب والرياضة، وشاركنا فيها. كان متواجد عندنا هو عن دعم الاقتصاد المصري، وكان متواجد معانا هنا الدكتور الكبير الخبير الاقتصادي الدكتور عماد قطارة، وتم إعطاء الدورة لشباب أسوان، وكانت الدورة مجانية، وتم إعطاء الحاضرين كلهم شهادات ودورات ممتازة وفعاليات ورحلات وحاجات كلها تحت وزارة الشباب والرياضة. تحت المظلة الخاصة بالشباب والرياضة. مظبوط يا فندم. تمام. طيب كلمني عن كل المبادرات اللي تم تنفيذها حتى الآن، هل كلها انتهت ولا في مبادرات لسه ما زالت مستمرة حتى الآن؟ في إن شاء الله بإذن الله خلال الأسبوع الجاي في دورة تدريبية سوف يتم إعطائها في جامعة أسوان على الامتياز الإلكتروني تحت رعاية سنة شباب الصعيد وجامعة أسوان. وفي دورات تدريبيه، وفي ان شاء الله باذن الله في قمه النسخه الثانيه قمه شباب الصعيد ان شاء الله باذن الله سوف يتم اقامتها في اسوان باذن الله خلال المرحله الجايه بحضور السيد الوزير اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. جميل، اعتقد ان بقى في كمان بعض المبادرات اللي انتوا بتبتدوا تنفذوها بالفعل من خلال كيان سنه شباب الصعيد، منها مثلا اسوان بلدنا، مش كده؟ مظبوط. كلمني عنها اكتر. وبالنسبه لمبادره اسوان بلدنا، دي مبادرة مفعلينها في محافظة أسوان. مبادرة أسوان بلدنا دي سيادتك مبادرة مجتمعية لا سياسية ولا دينية ولا فيها خلافات قبلية. تسعى هذه المبادرة إلى خدمة المجتمع الأسواني بمختلف أطيافه، في تواصل عاملين فريق عمل كبير من شباب سنة شباب الصعيد في المبادرة المخصصة، إن بنقوموا بتوعية الشارع الأسواني وتوعية المواطنين في جميع الخدمات، وفي تواصل مستمر بين منسق كيان سنة شباب الصعيد محافظة أسوان وبين السادة المسؤولين بمحافظة أسوان، الكهرباء والمية ومديرية الأمن والسيد الوزير أشرف عطية موفر لنا جميع الدعم والمساندة وبيساندنا في جميع الفعاليات بتاعتنا. مثلا في مشكلة سيادتك واجهت بعض الأهالي في محافظة أسوان، مشكلة صرف صحي، في لينك بيننا ما بين شركه مياه الشرب والصرف الصحي، وبتعليمات من السيد المهندس يحيى والمهندس محمد علي مدير اداره الصرف الصحي، اي مشكله بتواجه اي حد من افراد المبادره بيتم على طول على الفور كتابه المشكله ويبعث الصوره على اللينك على شركه المياه مباشره. مشكور الباشمهندس محمد علي بتواصل معاه مباشره بحل المشكله. احنا بنعمل ايه بقى؟ بنصور ان المشكله اتحلت وبنشكرهم انهم وقفوا معانا، وبرضه متعاونين مع شركه الكهرباء وشركه المياه
الهدف الرئيسي من هذه المبادره يا فندم ان اغلب الناس ما بتعرفش توصل المشكله للمسؤول، احنا بقى بناخد المشكله من المواطن وبنوصلها مباشره للمسؤول، والمسؤول بيتعاون معانا وبنحاول نحل المشكلات وبنقف يعني عمالنا دي كلها ان احنا بنقف مع مؤسسه الدوله وبنساعدها في تذليل العقبات للمواطن الاسواني. يعني انتوا بتتدخلوا في المشكلات اللي بتواجه المواطن، المشكلات الخدميه. مظبوط كده، يعني مثلا في مشكله زي ما انت قلت كده في الكهرباء، في الميه، في الصرف الصحي، في المواصلات، في لكن التدخل هل بيبقى فقط في المشكلات ولا بيبقى فيه كمان شكل من اشكال مش الخدمه اكتر للمحافظه كمان؟ يعني بتعملوا مثلا يوم في عيد معين، يوم في مناسبة معينة، يعني كلمني أكتر غير عن المشكلات، ولا هو بس حل المشكلات؟ لا، بالنسبة لمبادرة أسوان بلدنا، بالنسبة لكيان سنة الشباب الصعيد، أي فعالية بتقوم بها محافظة أسوان بيبعتوا لنا دعوة رسمية للكيان، وأعضاء الكيان كلنا بنحضر في أي فعالية بتقوم بها وزارة الثقافة أو وزارة الشباب والرياضة أو المحافظة، أعضاء كيان سنة الشباب الصعيد محافظة أسوان بيكون متواجد وبنشارك في جميع الفعاليات. انتوا كام عددكم قد ايه لغايه دلوقتي؟ احنا كل يوم يعني حاليا كل يوم في تزايد مستمر من شباب اسوان، الشباب الغيور اللي بيحب اسوان ما شاء الله عليهم، كل يوم في عدد بيزيد من الشباب المخلصين من ابناء اسوان. يعني تقريبا بقيتوا كام دلوقتي؟ احنا دلوقتي داخلين في 3000 شاب. يا 3000 شاب في محيط محافظه اسوان كلها بمراكزها. احنا سيادتك اسوان ونصر النوبه ودراء وكومومبو وادفو. أسوان بمراكزها كلها. بالظبط يا فندم، أسوان بمراكزها، كل مركز موجود منسق ونواب ولجان وشغالين والمسؤولين متعاونين معانا بناء على تعليمات السيد طبعا الوزير اشرف عطيه محافظ اسوان، مقدم لنا كل الدعم والمسانده واحنا عينه في الشارع الاسواني. طب ايه اللي دايما بتحطوا عينكم عليه من خلال المبادرات او الموضوعات اللي بيتم طرحها؟ ايه اهم حاجه في اولوياتكم، في قائمه الاولويات؟ في قائمه الاولويات بتاعت كيان سنه الشباب الصعيد، لان زي ما قلت لحضرتك ان كيان سنه الشباب الصعيد هو كيان شبابي تنموي خدمي تطوعي، هدفنا الرئيسي هو خدمه المواطن الاسواني وخدمه الوطن. انا فاهمه، بس يعني هل في موضوعات بعينها بيبقى ليها الاولويه عن غيرها؟ هو الهدف الرئيسي اللي احنا مركزين عليه التدريب والتثقيف وتقديم جميع اوجه الدعم والمسانده للدوله المصريه والمؤسسه المصريه في محافظه اسوان وتذليل جميع العقبات التي تواجه المواطن الاسواني. التدريب والتثقيف في مجال ايه بالضبط؟ في عندنا تدريب وتثقيف سيادتك، بندي دورات تدريبيه في المواد في الانجليزي وفي الفرنسي وفي الالماني، الدورات دي كلها مسؤول عنها رئيس لجنه التنظيم والتدريب والتثقيف بكيان سنه الشباب الصعيد. دي باجر رمزي ولا؟ لا، الدورات دي سيادتك كلها دورات مجانيه في قاعده التعليم المدني في ساحه المدينه، وفيها معلومه احب اضيفها لسعادتك ان اي مركز شباب في محافظه اسوان ومع الشباب بتوعنا منسقين مثلا مدينه ادفو في اسوان، المنسق بتاعنا هناك عاوز يدي دوره تدريبيه معينه، بنكلم لجنه التدريب والتثقيف، بنكلم وكيل وزاره الشباب والرياضه الكابتن ناصر سليم متعاون معانا جدا، بيوفر لنا القاعه في ادفو، بنبعت المدربين بتوعنا، في مدربين سيادتك بيجوا لنا من القاهره من المركزيه، كل الدورات دي مجانا، الهدف منها ان تثقيف وتدريب الشباب الاسواني. وفي دورات خاصة للشباب ذوي الاحتياجات الخاصة، وجميع سيادتك المشاكل اللي بتواجه ابنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة من شباب الصم والبكم احنا واقفين معاهم وبنتحرك فيها. الأنشطة بقى اللي بيتم تقديمها هل بتبقى بناء على اقتراحاتكم من خلال تواجدكم في المجتمع الأسواني، فأنتوا بتعرفوا هو محتاج ايه فبيتم اقتراحات بعض الموضوعات، ولا لا الموضوعات دي بتيجي بشكل موحد لكل الشباب مش في الصعيد بس لكن في جمهورية مصر العربية كلها؟ بالنسبة للموضوعات في كل لجنة عندنا مسؤولة عن جزء معين، بتوضح خطة بتقول احنا هنعمل 1 2 3، بتتعرض على المركزية، بناخد آراء وبننفذها. يعني الاقتراحات بتبقى من عندكم بالظبط، لكن ما بتجيش الافكار من المركزيه وانتوا بتنفذوها؟ لا، احنا اسوان شباب اسوان هم بينفذوا الحاجات اللي تنفع تمشي مع اهل اسوان او مع شباب اسوان. جميل. ايه اكتر الموضوعات اللي الناس حواليكم بتطالبكم ان انتوا تنفذوها او تتكلموا عنها او نشاط معين تحددوه؟ في ان شاء الله باذن الله يعني في خلال شهر يناير السابق تم عمل شاركنا كسنه شباب الصعيد اسوان في قمه شباب الصعيد في الاقصر اللي كان موجود فيها السيد الوزير اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه،
في حاجات كتيرة كده يعني الشباب أسوان في خلال الأيام اللي جاية في دورات تدريبية دولية إن شاء الله بإذن الله في أسوان، وفي إن شاء الله بإذن الله الشباب التابعين لكيان سنة الشباب الصعيد إن شاء الله بإذن الله يتم أغلبتهم يعني إن شاء الله بإذن الله يتم تدريبهم في أكاديمية نصر العسكرية إن شاء الله. جميل جدا. أنا عايزاك تقول للشباب بقى اللي بيتابعونا اللي يحبوا يشاركوا، هو طبعا عمل تطوعي في الأول وفي الآخر مظبوط، إزاي يقدروا يشاركوا في كيان سنة شباب الصعيد؟ في عندنا سيادتك في صفحة كيان سنة الشباب الصعيد محافظة أسوان موجودة على الفيسبوك، وفي اللينكات يقدم على اللينك الاسم ورقم البطاقة، طبعا رقم البطاقة للبحث الأمني، أي حد بيشترك في كيان سنة الشباب الصعيد لازم طبعا نبحث عنه أمنيا ويبعت لي بياناته كلها، واللجنة اللي هو حابب يشتغل فيها. أنا بحب الشباب إن كل شاب حر يحب اللجنة اللي هو حابب يشتغل فيها يبدأ فيها، وإحنا بننفذ إن شاء الله بإذن الله. يعني يدخل على الصفحة على الفيسبوك الصفحة بعنوان كيان سنة شباب الصعيد، مظبوط يا فندم، يدخل عليها ويشوف الأنشطة ويتعرف عليها ويقدم في اللينك الإلكتروني، مظبوط كده؟ إن شاء الله. طيب بصفتك بقى يعني حضرتك منسق محافظة أسوان لكيان، عايزاك توجه كلمة للشباب اللي بيشتغلوا معاك داخل الكيان. أحب أوجه كلمة لشباب سنة شباب صعيد محافظة أسوان، كلنا مكملين بعض، كلنا نعمل من أجل مصر، كلنا نعمل من أجل الإنسانية، وتحيا مصر بشباب سنة شباب الصعيد، وتحيا مصر بشبابها وأبنائها المخلصين، عاش سنة شباب الصعيد. وتقول إيه للشباب اللي بيتابعونا واللي لسه بيفكروا إنهم يبقوا معاكم من خلال المبادرات الشبابية المختلفة؟ هقول كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لشباب مصر، بالعمل والشباب تحيا الشعوب. جميل. يعني قبل ما اسيبك انا عايز اعرف بكره هنعمل ايه في كيان سنه شباب الصعيد؟ بكره هنعمل ايه؟ ان شاء الله باذن الله كيان سنه شباب الصعيد كيان كبير وكيان قوي من اكبر الكيانات الشبابيه في محافظه اسوان. انا اتمنى ان شباب اسوان مليانه شباب بيحب الخير وبيحب العمل التطوعي وبيحب العمل المجتمعي، احنا بنرحب بيهم للانضمام معانا وكلنا مكملين بعض وكلنا ايد واحده ان شاء الله. يعني انا طبعا سعيده جدا بالمبادره وسعيده بفكره ان الشباب طول الوقت بيفكر ازاي يفيد بلده. استاذ اسلام بحر منسق محافظه اسوان كيان سنه شباب الصعيد، اهلا بيك معانا ومنورنا، وبنتمنى كل التوفيق لكيان سنه شباب الصعيد. ربنا يخليك يا فندم، شكرا ليك. متشكر لحضرتك. اعزائي المشاهدين احنا طبعا مكملين معاكم حلقتنا النهارده، لسه معانا فقره كمان لكن